السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أول سؤال نجيب عنه كان على الفيسبوك. أمينة أمينة تقول: السلام عليكم أستاذ، بغيت نسول على يوم الجمعة واش يجوز نصوم فيه القضاء؟ سيدة الكريمة، هو اتفق الفقهاء على أن يوم الجمعة يصام فرضا ويصام كذلك لقضاء الدين، هذا الأمر يعني متفق عليه. وأما بالنسبة للنفل فالهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والذي دعا إليه أن من أراد أن يصوم الجمعة فإما أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم الإنسان الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت، لأن في ذلك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صامت يوم الجمعة تطوعا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت يوما قبله اللي هو الخميس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا اللي هو السبت معه؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري أو فأفطري. نعم، فدل هذا على أن السنة أن يصام يوم الجمعة بيوم ويوصل بيوم قبله، يعني أن يصوم الإنسان يوم الخميس ثم يصوم يوم الجمعة، أو يصوم يوم الجمعة ويوم السبت، يصوم الجمعة وكذلك السبت. هذا بالنسبة للجمعة. أما سائر الأيام فلا شك أنه في مذهبنا المالكي يجوز للإنسان أن يصوم كل تلك الأيام إذا كانت لقضاء الدين، يعني الدين الصيام، وهذا متفق عليه، حكى الاتفاق غير واحد والإجماع غير واحد من أهل العلم على أن القضاء يكون في أي يوم، سواء كان الجمعة أو كان السبت منفردا أو كان الأحد أو كان غيره من هذه الأيام. واختلفوا حقيقة في صيام السبت منفردا، فصيام يوم السبت منفردا هذا جمهور الفقهاء على أنه لا يصام منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم كالزهري رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله تعالى لا يرى صحة هذا الحديث، ولذلك مالك يرى جواز التنفل مطلقا وجواز إفراد يوم السبت بالصيام، وهذا قول مالك وقول بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم. وإن كان يعني الآن يعني اشتهر في كثير من الفتاوى الفضائية أنه لا ينبغي أن يصام يوم السبت منفردا، لكن نقول بأن الحديث الذي ورد في ذلك فإنه حديث ضعيف، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.